اهلا بيكم من جديد مع عرض الصين مع هيثم. انا بتكلم في الحلقه دي على الناس اللي بتدور على فرص تصدير للصين. طيب انا دلوقتي عندي منتج في مصر او في السعوديه او في اي بلد عربي وعايز ابحث عن فرصه تصدير للصين. انا من وجهه نظري ومتواجدي في هذا البلد افضل فرصه افضل طبعا الصين دلوقتي فتح الابواب للاستيراد وده اكبر دليل على كده ان اكبر واول المعرض معرض اول الاستيراد هيتم انعقاده يوم 5/11 5 نوفمبر 2018 في العاصمه بكين او في شنغهاي العاصمه التجاريه ما زي مدينه جوانجو كده بحضور الرئيس الصيني نفسه سي جين بينج. ده المعرض الاول للاستيراد. اكبر فرصه ان انت تحضر المعرض لو انت بقى عايز تجد فرص تصديريه للصين. طبعا في صعوبات هتواجهك، الصعوبات اللي هتواجهك ان انت ازاي تجيب مشتري صيني. طبعا لاختلاف اللغه واللغه بتاعتهم بعيده جدا عن اللغه بتاعتنا بعيده جدا عن الانجليزي. فافضل وسيله هي حضور المعارض، ان انت تحضر المعارض. احضروا يا جماعه المعرض بتاع 5/11 اذا قدرتوا، حتى لو ما قدرتش تشارك فيه كعارض روح زوره وتجول في المعرض وتعرف على الناس. طيب عندنا معارض استيراد تانية، انا الحمد لله بالاتفاق مع كبرى شركات تنظيم المعارض هنا في الصين ان شاء الله هجيب لكم معارض استيراد للصين. عندنا في معرض في شهر 9/2018 ده خاص بالمشروبات والغذاء. عندنا معرض في شهر 12 وده اللي جاهز يا ريت تجهزوا لي من دلوقتي وتواصلوا معايا ان شاء الله في مدينه شانغشا. شانغشا دي مدينه بتبعد عن جوانزو حوالي تقريبا ساعتين ونص او ثلاث ساعات بالقطر السريع. دي المعرض موجود لعرض منتجات الاستيراد للصين وتقدر تجيب المنتجات بتاعتك يا اما بي تو بي يعني تعرضها للشركات فقط او بي تو سي يعني تجيب الحاجات بتاعتك كمان تعرضها على الناس الاند يوزر وتبيع بضايعك كمان في المعرض نفسه. المعرض بالكوست بتاعت البوست تكلفه قليله جدا جدا، تواصلوا معايا على الخاص ان شاء الله هقول التكلفه بتاعتها. وبمقابل كده بيقدم لك الشركه المنظمه، انا بقدم لك برضو فندق اربع ايام اربع نجوم او خمس نجوم فري، بنقدم لك شاطئ الباص ياخدك ويوديك من المعرض. الكلام ده على فكره زائر او عارض، لو انت زائر او عارض. ايضا بنقدم لك ممكن يديك فري الاونس يعني جزء من تذكره الطيران اللي انت جاي بيها من بلدك العربيه. كل ده مميزات انا بحاول ادور واجيب لكم كل ما هو مفيد سواء للمستورد العربي او المصدر العربي. وارجو ان ما حدش عشان الناس اللي ساعات بتحب تزيد شويه انت عمال تشجع الاستيراد من الصين، لا، الفيديو ده انا بتكلم على التصدير للصين. اكسبورت تو تشاينا، اكسبورت تو تشاينا فروم ايجيبت، من مصر، فروم سعودي عربيا، فروم اميريتس، فروم اني عرب كونتري، اي بلد ممكن ان انت توجه صادراتك هنا للصين. ولكن انا ارى ان افضل طريقه واسهل طريقه هي حضور المعارض. تعالوا تواجدوا معانا في الصين، احنا معرض ما شاء الله البلد هنا لا تمل ولا تكلم من المعارض. عايز اقول لكم بدون مبالغه والله ان مفيش يوم بيعدي الا وفي معارض وليس معرض واحد. معارض سواء هنا في جوانجو او العاصمه التجاريه او سواء في شينزن مدينه التكنولوجي او سواء في شنغهاي المدينه السياحيه والتجاريه او في العاصمه بكين ودي فيها اكبر عدد معارض. عدد المعارض هنا في الصين بيتجاوز ال 3000 معرض في السنه. انتوا متخيلين 3000 معرض في السنه ما بين معارض دوليه ما بين معارض محليه. طب احنا بنتكلم في الصين هنا كقاره، فيا ريت يا جماعه كونوا حريصين على هذا الامر. اللهم بلغت اللهم فاشهد. اراكم في كل ما هو جديد. تابعوني على صفحتي على الفيسبوك هيثم في الصين او هيثم من شاينا، وايضا سيم قناتي على اليوتيوب هيثم من شاينا وهيثم في الصين، تجدوا كل ما هو جديد. ايضا ارقام الواتساب موجوده على الفيديوهات، تواصلوا معايا، ابعتوا لنا اهتماماتكم اللي انتم عايزينها ايه واحنا نرشح لكم المعارض اللي تناسب اهتماماتكم ونقول لكم المزايا اللي هتاخدوها. هل هنديك فندق فري؟ هل هنديك شاتل باص فري؟ هل هنديك فري الاونس جزء من تذكره الطيران انت جاي بيها؟ كل ده بيتوقف على اختيارك ونوع المعرض اللي انت هتيجه ان شاء الله. تابعوني لكل ما هو جديد ومعارض الصين مع هيثم، والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.